هيدا السيناريو كل مين ياخذ صوره فسوري اجوا برا. جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج. اليوم بلشين من معاصر الشوف. قلت لكم رح يكونوا ثلاث ايام كثير سبيسيال بمعاصر الشوف. رح نكون عم نبرم على اراضي زراعيه, رح نكون عم نبرم على جيست هاوسز, على بيوت ضيافه, تتشوفوا انه ايه فيكم تعملوا سياحه بلبنان, فيكم تعملوا سياحه داخليه بلبنان, ومش ضروري تدفعوا حق اوتيل 600,000 و700,000 و800,000. رح نبلش اليوم. جمعنا تقريبا شي 10 او 12 شخص عندهم بيوت ضيافه بالشوف, رح نتعرف عليهم, رح يخبرونا عن بيوتهم, ليش طلعوا بالفكره, شو بيعملوا, شو يعني بالضيافه, كيف بتناموا معهم, انه بزيت البيت قصدي, شو بتاكلوا, شو بيطعموك, شو بيطعموكم الاراضي الزراعيه حواليهم. بس رح نبلش اول شيء مع صديق كتير 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 عزيز على قلبي, بحبه كتير كتير كتير, اسمه نزار, اللي هو مدير شوف بايوسفير ريزيرف. مزبوط صحيح. مدير محميه ارز الشوف. بس خليني اخبركم قبل ما بلش احكي, هذا الزلمه من اروع ما يكون, كل واحد منكم لازم يتعلم منه. التيم اللي معه اللي بيشتغل كلهم مع بعضهم, ولا مره بتوصلوا لهون على الشوف وبتحسوا انه حدا موظف بهيدي الشغله. كل واحد بيشتغل من قلبه تيحمي ارضه, تيشتغل لا ارضه, هالمنطقه كلها سوا, العالم كلهم مع بعضهم, هالتيم كله مع بعضهم, البيت القديم اللي عايشين فيه, البيئه على 1200 متر اللي عايشين فيها, الوعي بكير, المجي على الشغل ان كان شتاء ان كان ثلج. ما رح كتر حكي, هال 15 فيديو او اكثر اللي معمولين عن منطقه تشوف بتفرج قديش قلبي بحن لها وقديش بحب الطريقه اللي بيشتغلوا فيها. ثانك يو سو ماتش. رح نبلش. صباح الخير. نحن ما بنرحب فيك بقى بالشوف, خلاص انت صرت من اهل البيت مثل ما بنقول. بتقول في 50 واحد بيشتغلوا بالمحميه وانت واحد منهم. ثانك يو سو ماتش. رح نبلش اليوم تنفوت دغري بالصرب الحديث, لانه حكينا عن المحميات, حكينا عن الارزات, انا وياك عملنا ثلاثه تقريبا فيديوز, رح نحكي بكره عن الاراضي. وفي خبركم انا اغلبيه الفيديوز اللي عملتهم على الاراضي ما كان معه خبرهم, رجع قال لي كيف انبشتهم هول, كيف صورت فيديو على الارض, فرح نرجع نحكي عنهم بكره. اليوم رح نحكي عن جيست هاوس. هالشيء كثير حلو. كم جيست هاوس عندكم؟ شو يعني جيست هاوس؟ ليش الجيست هاوس بعده رخيص وليش لازم يضل رخيص؟ وبندعي كل الناس تجي على شوف تتعامل سياحه. واذا واهم شغله اليوم وصلنا على محل, الشخص انا بقول لبناني, الشخص ما اجى يفكر, بده تجي تقول له ليك عبي لي الجمعه راي. فانتو اذا حدا بده, اذا عنده 4-5 ايام بده يعبيهم, بتعبي له اياهم 100%. خبرني اياك شو نعم. شو يعني جيست هاوسز او بيوت ضيافه؟ بيت الضيافه هو بكل بساطه, وقفونا تعفرجون الامطره سوري يلا بكل بساطه هي شو بنعمل نحن باخر الاسبوع؟ نطلع من بيروت على بيت العائلة. بيت الضيافة هو هيك, من جيبكم وين ما كنتوا ساكنين باللبنان وبرات لبنان, بتجوا بتمضوا نهار مثل عند أصحابكم, عند عائلة, أصدقاء عائلتكم. هيدي هي. بيجي الواحد لبيوت الضيافة بيشوف مش ساكنين أهلها فيها, يعني بيكونوا ساكنين بطابق تاني, بيكونوا ساكنين ببيت حدهم. بتجي أنت بتحس حالك ببيتك, بتحضر الأكل أنت والعائلة, وبتهتم فيك العائلة, وبتتعرف على أهل الضيعة, وبتتمشى. ومن شان هي ربطة مربوطة ببعضها. يعني بلشت المحمية ببعض النماذج, عم نحكي من 20 سنة من بيوت الضيافة, ومشيت العملية لحالها. ليش؟ لأنها ناجحة. اليوم عنا بشوف 28 بيت ضيافة من كل الأنواع. بيوت الضيافة أول ما بلشنا كان بنا بيت ضيافي تراثي بيشبه طبيعة المنطقة, وبيشبه تراث المنطقة اللي موجودين نحن فيها. مع الوقت صارت تتطور, عنا بيوت هلأ جديدة بس هي بيوت ضيافة, لأنه أصحابها بيحبوا يستضيفوا الناس وبيحبوا يستقبلوا الناس ببيوتهم. ببيوت الضيافة بتاكل أكل ما بتاكله بالمطاعم. يعني كيف بناكل نحن اللي بنطلع انا على بيت اهلي على بعض رمضان؟ باكل اكل. فينا لكم كل الحلقات اللي برمناهم مزبوط بتاكل. يعني بعد ما بتذكر رز على الدجاج, وبعد ما بتذكر الفريكه, وبعد ما بتذكر هاللقمه الطيبه اللي مش معقول اللي بتفوت على القلب. اول ما بلشنا ببيوت الضيافه مع مجموعه كثير كبيره من الخبراء, كنا نعمل منيو خاصه, نبحث بكل ضيعه شو هي اهم اكله. يعني الكشك بمعكرونه الكشك بيعملوها بالباروك, ما فيك تاكلها بمحل ثاني, بيعملوها بطريقه خاصه. يعني ببتلون الضيعه اللي وراهم بيعملوها بطريقه تانية. هيدي كانت الفكره, انه انت تيجي على الباروك وتاكل على الترويقه معكرونه الكشك اللي هي ما فينا ناكلها غير بالشتاء بالصيف. يا توم طب خلينا نسال, نعمل كيو اند اي, نسال سؤال جواب بطريقه سريعه الناس تفهم. اول شيء شو تقريبا اسعار الجست هاوس؟ في ب 50,000 وفي 900,000. اسعار الجست هاوسز لما بلشت هيدي الازمه وخلصنا من موضوع الكورونا, وانت اول واحد جيت لعنا بعد الكورونا, قعدنا مع اصحاب بيوت الضيافه وتشاورنا نحن وياهم, واتفقنا بنخلي السعر هو زيته. يعني بيوت الضيافه تدفع فيهم 35 دولار مع الترويقة. هودي ال 35 دولار تركناهم 60,000 ليرة. اتفقنا انه 35 دولار يعادل 60,000 ليرة مع الترويقة.
يعني بقي تقريبا 60,000 واحد بيقدر يجي ينام مع ببيت ببيت مش باوتيل ببيت زلمه على تخته للزلمه مع ترويقه كثير طيبه اورجانيك طبيعيه من الطبيعه 100% ولمن يكون في عنا شخصين بالغرفه بيدفعوا 120,000 اذا عندهم ولدين ما بيدفعوا عليهم عظيم اول سؤال غرفة. تاني سؤال اليوم انا عم بقول عندكم 22 هل 22 كلهم معكم او عم حسبت انت كمان يلي فتح جاست هاوس بس انه منه معنا احنا لمن نقول جاست هاوسز بالشوف يعني كلهم شبكه وحده هن المحميه بتشجعهم المحميه بتسوق لهم المحميه بتعمل تخطيط مشترك بناء قدرات ولكن بيديروا البيوت اصحابهم يعني ما في شيء معنا كلهم شبكه وحده بنتعاون نحن وياهم لنخلي الامور بنوعيه عاليه بلبنان بلبنان عندنا 15 محميه بس بدي اقول شغله هو ما بيقولها وما بيسترجي يقولها في 15 محميه اذا كل محميه فكرت مثل ما عم تفكر محميه ارز الشوف اذا كل محميه عملت البايوسفير ريزيرف يعني المحيط الحيوي تبع المحميه ما لنا عايزين دوله وما لنا عايزين سياحه وما لنا عايزين حدا اليوم محميه ارز الشوف هي 5 محميات او 4 محميات كم اربع مداخل اربع مداخل المحميه اللي هن هون على الجبل اللي اساسا ما في بيوت حدهم ما في شيء بس الشغل اللي عم بيشتغلوه هو المحيط الحيوي يعني كل هالعالم يلي حواله كلها سوا يعني التفكير بعدم تلويث الارض يعني التفكير بالسياحه يعني التفكير بالخضار يعني التفكير بكيف بدنا نقدر نعمل sustainable agriculture sustainable tourism يعني شو بدي أقولكم فإذا بس نرجع على موضوع إذا كل واحد بضيعته إذا كل رئيس بلدية فكر كيف بده ينمي ضيعته نرجع منرد لبنان من أحلى بلدان العالم ومش بننطر الدولة ولأنه ما في دولة أنتوني منشان مثل العادة نبعت رسالة إيجابية بيوت الضيافة اليوم موجودة حول المحمية يعني موجودة بتنورين وموجودة بإهدن وموجودة بجبل موسى وموجودة ببنتاعل وأصحابها كلهم بيعرفوا هيدي العملية وفي شبكة لبيوت الضيافة بكل لبنان عدة منظمات اشتغلوا على تطوير هيدي الشبكة واشتغلوا على تسويق وفي عنا ويب سايت لكل بيوت الضيافة موجودين مع هيدا السؤال اللي بعده في ويب سايت اللي هو اليوم اللي هو ايه في عنا ويب سايت بيوت الضيافة في لبنان فيهم اللي اول okay. ناس يبرموا عليها وبالنسبة لشوف بيفوت على البيوسف بالنسبة لشوف cedar.org او authentic شوف بيفوت بيلاقي great. كل هيدي وفي لوت لبناني وفي غيرهم وغيرهم وغيرهم الموجودين ونحن اللي انت عم بتقوله هيك وزارة البيئة وهيك اللي بيديروا المحميات منسوقهم هن المحميات شبكة وحدة كمان يعني عنا 15 محمية بلبنان واليوم صارت اهين تعمل محميات الأسبوع الماضي مجلس الوزراء وافق على محمية جديدة اللي محمية جبل حرمون يعني منطقة رشية يعني هذا شيء كتير منيح لأنه المحميات أول شغلة منحافظ على هالتراث الطبيعي منحافظ على هالتراث الثقافي اللي مثل ما عم نحكي الضيعة المحيطة بالمحميات ومنحافظ على استمرارية الحياة لأنه المحميات بتخلق فرص عمل اليوم نحن عم نحكي عن بيوت الضيافة والمزارعين ولكن في غيرهم كتير فرص عمل تخلقهم المحميات رح نزل لتحت مين وايل بدي ارجع اذكركم وين رح تركوه بدي ارجع اذكركم بهيك ببلش نهار حلو بالضيعة بلبنان وحيالة حدا منكم بحيالة بلد بالعالم وين ما كنتوا لو كنتوا باكثر مدينة سريعة وفيها شغل بتوعوا على بكرة بتقعدوا بتتخيلوا حالكم انكم انتوا بلبنان بتحطوا فيديو عن لبنان بتحطوا ركوة القهوة وبتقولوا ترابك يا لبنان وهيك هيك بضل الامل وبضل اضحك على وجهكم سو نحن من هون رح ننزل هلا على عند الشباب اللي هن تحت مجمعين رح نعرفكم على واحد واحد كل واحد يخبرنا عن بيت ضيافه تبعه شو اسمه كيف طلعت الفكره وقالوا لي انه كل واحد جايب معه شيء اكل انا بلش جوا طيب يلا تفضل يلا ليتس جو ما كنت عبارة الكومنتس ثانك يو في 153 شخص هلا عم يحضرنا اذا قطعت بكون عم بقطع بس بالدرج هذا البيت القديم نحن هلا بمعاصر الشوف طلع وراي بيوتيفل في عده حلقات عملت لمعاصر الشوف وهلا عشية برجع بقرا الكومنتس اليوم بقول لكم مرحبا وين ما كنتوا كندا امريكا السعوديه السويدن اوكرانيا استراليا ثانك يو سو ماتش لانه انتم معنا اليوم خليكم 3 ايام بعقده وهذا اللايف كتير طويل تنكون صورنا الكل وغطينا الكل طلعوا على البيوت طلعوا على الجمال طلعوا على العظمه هنا سلهب ثانك يو سو ماتش هلا من صور ومن قلديك مرسي هيدا بيت تاني بونجور يا تشكر عافية الله يعافيك إلا مرسي لهنا قبل ما نكفي طلعوا البيوت وصلت هلا على 7:30 قاعد هون على رواق
في اللحام، في الدكنجة فاتحين. هيدي ساحة الضيعة، هول الشباب بلشت توصل. طلعوا هالبيت، هالفكرة الجديدة كانت انه الشباك يكون لونه أخضر فاتح والباب يكون لونه أخضر فاتح، شيء روعة. وراي جبل المحمية، مئات ألوف الأرزات يلي عم بينتنحمى وعم بيحافظ عليها. اليوم على بكرة عرفت، شوفوا على انستغرام، تعرفت على مزارع كان قاعد هون واجا يعبي مي، ف حطيت على انستغرام. اوكي منو ردي، بس انا رح بلش. بونجور، سوري لايف ما في نقطش، بعرف ما نكون جاهزين يعني، بس انا جاهزين مين اللي اوكي يلا عملنا لك اياها هيك مثل جلسه الحوار اليوم. حبيت بونجور. طيب عرفونا على اساميكم كلكم. حلو الاجواء. يلا كل اللي بدي اقول لك اياه، بنرحب فيك من جديد. اليوم في عنا مجموعة من أصحاب بيوت الضيافة اللي منفتخر فيهم واللي منشوف حالنا فيهم، وهلأ أنت رح تتعرف على كل واحد بواحده. نحن وياهم اليوم جايين نبعث رسالة أمل، رسالة إيجابية. أهلا وسهلا فيكم بالشوف، وأهلا وسهلا فيكم بجبال لبنان، وأهلا وسهلا فيكم حول المحميات بلبنان. اطلعوا أنتوا عيالكم وولادكم وخلينا نغير هالأجواء اللي عم نعيشها كلها سوا. الضغط بالبلد، الأسعار بالشوف مدروسة، المنتجات طيبة ونظيفة، والأهل فاتحين إيديهم وصدورهم ليستقبلوكم. أهلا وسهلا فيك. بلش عشمنا على اليمين، محل ما بدك انت عايز الحرية. مرحبا يعني. كل واحد يخبرنا عن اسمه، شو اسمه البيت الضيافة، شو بتعملوا، وقديش اشوف بعقد. مروان زيدان، مرستي جاست هاوس. أسعارنا بعدها مثل ما هي، ما غلينا الأسعار، وإن شاء الله تتحسن الأوضاع ونشتغل ومتكلين على الله. عظيم، مرسي. سليم الأشقر، الأشقر جاست هاوس من الخرايبي، ونحن كمان بعض الأسعار مكبهية ما غلينا. بشو مشهور؟ واحد شو بيأكل عندك؟ واحد كله يعني كله منتجات بلدية، حتى الترويقة بنعمل كله الأشياء البلدية، البيض، اللبنة، وبلش يطلع عنا إسا كنا زارعين، بلش تطلع مواسم الزراعة الأورجانيك، فتعرف الجو الشوف كيف هو طبيعته ونظافة الشوف وكل شيء. فبنتأمل من العالم انه ترجع مثل ما كانت تجي تضل فيه. يلا بحماس. وائل كرامي، راس فول جاست هاوس عن سحلتا. نفس الشيء عندنا الاشياء الطبيعيه على الاورجانيك، واهلا وسهلا فيكم الشوف ومحمد عز الشوف. ماري سنجام، سانت مايكلز واينري، مايكرو واينري مع ميني ريستورانت، فيل ات هوم ريستورانت. اكيد. وين كنت ساعه جيت لعندكم السنه الماضيه؟ انا كنت بالشغل بيروت. اكلت الوالد موجودة. الوالده هون الشيف. انا وصل عندك. جد بواسي، عندنا لا كاسا انتيغا هون بالضيعه معاصر الشوف. اتس كوزي بليس، بيت عقد قديم مرممينه وذ جاردن، اند يو كان كم اند تشيل. حبيت السيارة، أنا فرجيت السيارة بعد شوي. إياد أبو عاشي، أنا عندي كامب سايت اسمه فانتاستيك، هو فانز فيكم تجوا تعيشوا الإكسبيرينس، تناموا بقلب الفان وتقضوا نهار حلو بمعصر شوف تحت الأرز. بونجور، نور كرامة، عندي شوف هايلاند بعين سحلتا على طريق المحمية، جاست هاوس وسانسيت بار عشية، كرمال الشباب والصبايا والكبار أكيد يقضوا وقت حلو بالشوف وياكلوا أكل طيب. بيرفكت. طيب قبل ما نقول على تاني ميل، خليني اخبركم انه كل هالارقام التليفونات هلا بعد شوي ساره رح تكتبهم، رح نحطهم بالديسكربشن، وما رح تضيعوا حدا. كل واحد فيكم تقولوا دايركتلي او تفوتوا على الويب سايت تبع المحميه وتشوفوا كل حدا شو عنده يقدم. وبعد ما اكلنا شيء بعدنا انجا قهوه شربونا، يلا بنكفي. لين بستاني، عندنا بيت الضيافه بستاني جاست هاوس، ما بخبركم عنه اكثر. بستاني جاست هاوس بيت الضيافه بنقدم اكل تراديشنال يعني، وأكيد شغل بلدي وطيب ومنامي بالباروك قريب للمحمية، كتير بينبسط اللي بيجي لعنا. فادية زيدان من مرستي جاست هاوس، عنا بيت ضيافة كمان، عنا أكل بيتي، جو حلو، قاعدة حلوة ورواق وكل شيء
وكل شيء حلو عنا اللي بيجي لعنا بيوم. ميرسي رندا زين سانت مايكل. تتذكر اكلتها لرندا؟ روعة. بس بدي احكي لك عن الاكل كمان. خبرينا عن الواينري. خبرينا عن البيت خبرينا عن كل شيء. نحن عندنا ميني ريستورانت يعني للواينري وبنعمل تشيز اند واين وعندنا كمان بنعمل حلو الكروي سحر اصبعه هذا اللي حبيته انت كثير واشياء ثانيه يعني اكيد بس كله شغل البيت يعني. اعطيتيني شويه اخذهم على البيت ما وصلوا على البيت. ايه ليه بقى اكلتهم انت على الطريق؟ يا الله لا اليوم تاخذ هاي ولا نداء تمراز عندي بركست هاوس. نحن مدعيين يطلعوا وبيشوفوا بعينهم عندنا هوا نظيف لقمه طيبه اكسجين كثير. اهلا وسهلا فيك بضيعتك معاصر الشوف. ثانك يو حسام العيد عيد جاست هاوس. عندي بيت ضيافه بالشتاء وعملنا بالصيفيه شيء جديد. العالم بدي بتقضي فوق كمان بتنام بالتري هاوس بتنام بالبنجالو بتنام بالكامبينج اريا في خيام وفي كل شيء موجود. بعين حالتها هيدي بعين حالتها بصفى يعني غير الضيعه. هاي هاي انتوني اهلا. تذكر الترويقه الطيبه وسهره النار والغداء والعشاء الطيب فارنفيل باروك وسيزار جاست هاوس. فيلا اهلا وسهلا ناطرينكم. سيزار مش بس عنده جاست هاوس، سيزار ناشط كثير قوي بالمنطقه وبيساعد الكل وبيدعم الكل. وجبتنا ويلا كل هالعالم لازم ترجع تطلع لعنا ولا اجمل من هيك. السنه الاكتيفيتيز اكثر، معنويات اعلى والايجابيه اكثر واكثر. طيب خلينا نرجع نقولها بطريقه هيك كونكريت يعني على الارض. انا طالع مع عائلتي بدي اقضي 4 ايام بشوف، ما بعرف شو بدي اعمل، ما بعرف وين بدي اروح، شو بعمل؟ ما في اسهل منها، بتزور الويب سايت تبع المحميه shoofsyria.org او authentic shoof او بتبعت ايميل او بتلفن بيقول نحن عددنا هالقد، نحن عنا امكانيه نمشي بالنهار 3 ساعات ساعتين ساعه، بنحب نزور هيدي النوعيه. بعد ساعه بيكون عنده برنامج كامل متكامل مع التسعيره تبعه مع الجايد اللي بيرافقه، بلا جايد بحب يتنقل بالسياره بحب يتنقل مشي، كل الخيارات موجوده. هودي اللي بنسميهم الايكو توريزم باكيجز او رزم السياحه البيئيه. وقريبا جدا انطوني نحن بندعيك بتشوفي عندنا مجهود كتير كبير لننشئ جسم تعلمناه مع السنوات من الشغل اسمه ديستنيشن مانجمنت اورجانيزيشن. هو جسم متفرغ بده يكون لينظم كل هيدي القصه. هو شغلته ينسق مع كل الزوار اللي بدهم يزوروا المنطقه، كل الناس المهتمين بالمنتجات الزراعيه، كل الناس المهتمين يشتروا اشياء من المنطقه. هيدي بده يصير الى جسم خاص بيشتغل مع كل هالشبكات الموجوده حوالينا من شان تكون منظمه، وبتكون لاول مره بلبنان. عم نشتغل مع وزاره السياحه مع كل المعنيين ليكون عندنا شيء جسم يعمل تسويق على المستوى الريجنال، يعني مثل ما بيعملوا باوروبا، مثل ما بيعملوا بايطاليا، مثل ما بيعملوا باسبانيا. طيب رح نلعب لعبه تما ضلكم قاعدين مثل قاعدين بالصف، بس قوموا حضروا تريوك الواحد شو عامل، ارجع فرجي للعالم نحن وين لانه شوي ضايعين وما عم بيعرفوا نحن وين. كثير مبسوطين في 250 شخص عم بيحضركم من كل بلدان العالم هلا لايف، فخلينا فرجيهم شوي المنطقه 2 مينتس برجع بنكون فتحنا كل شيء متروق سوا. ديل ميك سنس يلا. لكن نحن بمعاصر الشوف بوحدة من أحلى 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 ضيع لبنان، من أقدم ضيع لبنان، بيوتها كتير حلوين. إذا حدا منه جاي قبل لهون ما بده شي يفوتوا معاصر الشوف على يوتيوب. صرنا مصورين تقريبا 3 أو 4 حلقات بالشتاء أو بالصيفية. الفكرة تبع اليوم أنه نجي نقول العالم إيه فيكم تعملوا سياحة، إيه فيكم تعملوا سياحة داخلية. الخبار تبع أنه كل شي صار كتير غالي عند ناس وناس، انه بعد العالم عم تشتغل بضمير بحب للوطن وبدها تدعم غيرها موجود. فيكم تجوا تناموا ب50,000 ليرة مثل ما كان من زمان وبعده اليوم. يعني اذا حدا جاي من برات لبنان عم نحكي ب$5 يعني مش بدي اقول لكم لبنان غالي علينا مزبوط، بس هو صار كتير رخيص على الجاي من برا. ففيكم تجوا تقضوا جو كتير حلو بهالفايب بهالمود بهالاجواء اللي بتعقد. مي طبيعيه، اكل طبيعي، وهالستات وهالعالم اللي شايفينهم قاعدين بالضيعه بالمنطقه عم بيدعموا منطقتهم بحبوها كثير وبدهم يشتغلوا ويكفوا الشغل. كل واحد منهم ثانك يو بيرو عبد الله هلا شفتها. كل واحد منهم محضر لنا ترويقه، رح ننزل نتروق معهم من بعد وبعدين نرجع نكفي على 3 ايام بشوف. Thank you. Thanks for the support. خبروني شو محضرين اليوم؟ طعمي بصل.
هولي شو؟ هيدا اومليت مع خضره، كل شيء في خضره، بس هيدا بلا بصل لإلك. اها ميرسي. ايه وهيدا هولي اكيد تشايبز وبصل كمان. تشايبز ما بتاكل؟ ما المانيا مش المانيا. او ما حطيت، ما حطيت، لا ما حطيت. هيدا بريد بالاوليف، خبز بالزيتون. اوكي بيرفكت. هالدي نعيش زعتر على الطاش، خبز شوفان. خبز شوفان؟ ايه يعني شوفان على الكبس. زعتر نحن بنعمله هون كمان بلدي يعني على الطاش. حلو. هون في خلطة بطاطا مسلوقة مع سماء وخضرة وزيت اكيد. قديش بتشوفوا كل شيء عم تشوفوه هون طبيعي، عن جد طبيعي، ما بعتقد حدا بلد بالعالم في هيك شيء. بسموها معذبة. اسمها؟ بس معذبة. معذبة؟ ليش شو بها حرام؟ طعم عذب. معذبة اوكي. لكن هي قمح. قمح معذبة وشوية زبدة وقمح. اوكي. بعد كيك بالتفاح والجوز، اكيد التفاح من عندنا والجوز من عندنا كمان. نايس يكون خوخ من عندنا من جنينه. هيدا صفوف بالكركم. نايس بيوتيفول. شغل البيت كمان. مين عم يخبرني كيف اجت فكره تعملوا جيست هاوس؟ ليش واحد بيطلع على باله يعمل جيست هاوس ويبلش يستقبل ناس عنده ببيته؟ مين عم يخبرني؟ نحن بطبيعتنا بنحب الناس كثير، بنحب نتعرف على ناس جديده. وعلى طلعت الفكره انه بيتنا كبير وانا وزوجي لحالنا بالبيت، ما عندنا حدا مبشر، ومشينا بالمشروع والحمد لله ماشي الحال. وعم نتعرف على ناس كثير حلوه. نحن بالجبل اهل الكرم، واللي بيجي لعنا منه ضيف، بصير نحن ضيوف عنده. واهلا وسهلا فيكم ساعه اللي بتطلعوا. يعني هول 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 الاشياء اللي بتترك لبنان بعده واقف على اجريه يعني. بلكم مزبوط. فينا نحكي شوي عن الاكلات التقليديه؟ كل ضيعه شو عندها اكلات مش سامعين فيها؟ حدا يخبرني مثلا عن المعكرون. كلنا بنعرف ان المعكرون هو حلو. خبرونا عن المعكرون. يلا خبرينا عن المعكرون كشك. معكرون كشك هذا بيعملوه عجينه، بيعملوها مع ثوم واكيد ثوم وزبده او دهنه او ورمة. بتعملي ثوم بترجع بتحط عليه المعكرون بعد ما ينسلق يعني، وبينحط لك كشك. كثير اكله طيبه. نحن بنعرف او الناس بتعرف معكرون هو تحليه مع قطر. ايه هيدي لا مالح. هيدي مالحه. بتجي عجينه مثل الباستا يعني. مثل المعكرون. اوكي. مش باستا لا. ايه اكل شغوي بتدفى، بتعطي دفى بالشكل. خبرنا عن العمايشه. بيجيبوا بيرغلوا مع كشك وبينقعوا وبيشبوا بصل وبيكلوا بالبصل العمايشه. اكله كثير طيبه. كمان العمايشه فيكم تشوفوها على يوتيوب مصوره. هيدي العمايشه ما بحطوا لها ورمان. انا بخبرك عن التبوله الملفوف اللي بتنعمل مع البرغل والحمص والاورما. غير التبوله الشتويه اللي هي سخنه او مسقعه؟ سخنه أوكي. مع ملفوف مسلوق. ارجع خبريني اياها. تبوله شتويه او تبوله بالملفوف؟ خبريني عنها. الملفوف بنسلق الملفوف وبنعمل البرغل مع بصل ومع حمص ومع قوارمه وبناكل مع الملفوف. اكله كثير طيبه شتويه. عظيم عظيم. شو بتاكل غير البرجر؟ لا بحب البرغل. اوكي اللي عباله يشوف بروجرام هالثلاث ايام. ساره مش مريحتني ولا ثانيه يعني. مبلشين هلا من 8:30 ل 10 يعني 12 الاحد. خبريني شو رح نعمل بهالثلاث ايام. عنا بهاليومين رح نمر مع بيت الضيافه والاراضي الزراعيه مقسمينهم مرمك بتشوف كلياته لتنبسط. ونهار الاحد عنا افتتاح سوق الزراعه المستدامه بالبروك. رح تتعرف على مزارعين، على منتجين، على بيعملوا اشغال يدويه. رح تحكي مع كل واحد منهم ليقول لك ليه هو بهذا السوق. خلينا نرجع نركز على هذا الموضوع. اليوم اللي عم يحضرنا نعمل جعاية نهار الأحد يلاقونا بالباروك. نحن رح نكون من 10 ل 12. من 10 ل 6 أنت حتكون. أنا رح كون ل 12. بدي يشوفني يجي من 10 ل 12. حيكون في مزارعين زراعتهم كلهم مواد طبيعية، ما بحطوا كيميكلز للبرودكتس تبعهم. عندنا السيدات اللي بيعملوا المونة البلدية المضبوطة تبعوا أهل الشوف. عندنا اللي بيعملوا أب سايكلينج للكرافتس، بيشتغلوا أشغال يدوية، حيكونوا موجودين. حتتعرف على كل واحد، تحكي معه ليقول لك ليه هو نقى هالشغل اللي هو عم يعملها وليه هو موجود معنا هذا السوق. بيرفكت. يس. عندي سؤال. تفضل. الناس كلها اليوم عم تزرع، كل العالم راكدة على الزرع. إذا واحد اليوم بكره على بكره بده عنده شقفة أرض 1000-2000 متر بده يبلش يزرع، شو الخطة استراتيجية لازم يبلش يفكر فيها قبل ما يجيب بذور يبلش يكبهم بالأرض؟
بدنا نفكر أول شيء بعملية المي، لأنه نحن من أول هذا الموسم عم نقول لكل الناس كتير منيح لازم نزرع وضروري نزرع، ولكن بدنا نفكر بعملية المي. الزراعة المستدامة اللي عم نشتغل عليها صار لنا سنين بمحيط المحمية هي بتزرع أنواع محلية بلدية طيبة مفيدة للأمن الغذائي، ولكن ما بتحتاج لكتير كميات من المي. عم نشجع كمان بالزراعة المستدامة إنه نربي شوية حيوانات، لأنه منعرف نحن السايكل تبع إدارة المزارع بدها شوية حيوانات، لأنه بيطلع عنا كتير فضلات بيكلون الحيوانات، والعكس تماما الحيوانات بيعطونا فضلات بيفيدوا لتغذية التربة. ثلاثة، بدنا نحول المنتجات تبعنا، يعني البندورة بدنا نعملها رب البندورة، والتين بدنا نعمله مربى التين إلى ما هنالك من أمور. وأربعة، مع هالمجموعة اللي موجودين نحن وياهم اليوم بدنا نشجع الزراعة السياحة الزراعية، واليوم رح تشوف انت ببعض بيوت الضيافة مثل باروك فارمفيل وغيرهم بعين سحلتا بعيد جيست هاوس، بيجوا الناس وبيشاركوا بالأعمال الزراعية، بيقطفوا بيساعدوا المزارع بيتعلموا على الشؤون الزراعية منشان يقدروا ينقلوها على أراضيهم وعلى الضياع اللي هني موجودين. هيت نلعب لعبة أنا وياك، هيت نروح لحدا نتأكد أنه هني ليش مقتنعين أنه ما يرشوا. أوكي. مين رح يخبرنا عن شو الإفادة، كيف واحد بيتعلم وكيف واحد بيصير مقتنع أنه مش يكب سم ورش كيف ما كان بأرضه ويخبرنا عنه؟ يلا خد عندك حدا. في عندك حسام. حسام خبرني، خبرني أنت بترش أرضك أو نحن بنرش مواد بيئية، يعني بنرش جنزارة وزيت شتوي، بنرش كبريت كل شيء سموم؟ لا كل شيء سموم لا. طب بليز خبرني مثل ما هي، اليوم المنتوجك عم بخف أو هو زيته، وليش مقتنع أنك ما ترش؟ عم بخف وبكره بشوف أنت بعينك الطبق وعم يجي على الرم على الرطوبة، نحن ما بنرش دواء الطبق، وعم يرمد الشجر وعم يجي طبق على التمرة واللوبي اللي زرعينا كمان مدرشة كمان كبريت غربي وجنزارة بتضل عاطي قريمة لحالها. والناس بتاكل من عندك دغري، بتقطف وبتاكل بلا سم وبتكون عم تحمي ارضك. بتشوف الحبه هي، بتشوف الشجره انه فيها في شجره الفواكه مش بس سوبر ماركت. يعني الشخص اللي اليوم نحن اليوم يمكن وصلنا على محل تعود لبنان اخر 10 سنين انه يرش كيف ما كان، اليوم بيقدر ياخذ زيت الكميه زيت العدد نوعيه اطيب واحسن بلا ما يرش. صحيح، هيدا جوده البضاعه بتطلع باقل كميه بس جوده اعلى. عظيم يا ربي. ما بدنا ناكل شيء؟ رجعنا؟ بلا. يلا كمان بيرجع. ايه جيت دقيقة بناكل بعدين. خبروني زراعة. زراعة عنا نحن نعمل زراعة، أول شيء عنا بنركز على الكرز والتفاح بمرستة والإجاس والعنب، وما بنستعمل المبيدات زراعية لسبب إنه كلها كيميكال، فنستعمل الخلطات القديمة. فيك تستعمل الحار بتخلطه بماء الخال بتزيده وبترش بدون تركيبة كيميائية، ولو طلعت ثمرة مسوسة بتشيل السوسة وبتقلها بتكون أنظف من الكيميكال اللي عم تحطه. سمعت ناس بتستعمل توم وبصل تترش، بتستعمل صابون بلدي تترش. صحيح صحيح، هذا للمن الصغير. في أمراض لا بنلغيها بالحر وبالخل. شو الإمكانيات واحد يرش فيها حر حتى؟ حر الحر الحر، يعني بتحط ملعقة كبيرة للعشرة لتر ماي وما بيخلي ولا أمراض. وأنا بزرع بين التفاح الزعتر، الزعتر مبيد فعال ضد الأكاروز اللي بيقضي على التفاح الأكاروز، الزعتر بيلغي. أي. عظيم. بلشنا نزرع نحن كل شيء خضار كرمال نستعملهم بالجاست هاوس، يعني كل شيء كله أورجانيك ومنستعملش مبيدات. صرنا نعمل خلطة الخل التفاح مع ننقع شوية رماد ونخلطهم مع بعضهم ونرش فيهم كل الخضرة منه، يعني فيك تاكل منها تاني نهار أو بعد ساعة، وهي كتير بتحمل من كل الحشرات. يعني أحلى لقينا أحلى شيء هيدي الأشياء، هاي المبيدات هيدي الطبيعية بتحافظ على بضل كل شيء عندك أورجانيك وبضل كل شيء فيك تاكله ما في خطر عليه. عظيم. مين بدي خبرني زرع؟ شو عم تزرع بهالايام؟ نحن التوجه بمشروعنا الزراعة أكثر، فنحن عم ندمج هلا الزراعة والسياحة ببروجي واحد، بروجي ما إنه كبير كثير، يعني على 10,000 متر، الناس فيها تكون عم تجي عم تعيش هيدي الإكسبيرينس، عم بتفل خط النهار معها شوية ثقافة معينة عن الزراعة السستينبل، وبنفس الوقت بتكون قضت هي وعائلتها أولادها شوية مواضيع بتشبه الضيعة، بتشبه هيدي الطبيعة اللي نحن خلقنا فيها. فقد ما فينا عم نشتغل تنكون نحن عم نضل بأرضنا، عم نضل بضيعتنا، عم نأمن استدامتنا لإلنا، وعم بنوصل رسالة كتير حلوة لهالزائر اللي عم بيجي على منطقتنا.
فالفرق من هالمشاريع والمشاريع الثانية انه الناس صارت عم تجي عم تقضي وقت اكثر بالشوف، عم تجي مش بس ساعتين ثلاثة، عم تجي يومين وثلاثة، عم بتفل باكسبيرينس اللي هي الاهم، وبالتالي بتكون الناس عم تعرف شو يعني بكل معنى الكلمة زراعة مستدامة. عظيم، وينه؟ وين رحت؟ بدي اسألك سؤال بعدين تليفون. رجعت لعندك. اذا حدا اليوم بده يتعلم ما بيعرف بيجي لعندكم فيكم تعلموه، فيكم تعملوا له برمي عند كل هالعالم يتعلموا من خبراته؟ اكيد اكيد، نحن من زمان وجي المحميه هي عم نعمل كل هالتجارب لننقلها على محلات تانية. محميه ارز الشوف هي جزء من شبكه محميات المحيط الحيوي بالعالم اللي عددهم صار 700 محميه موزعين على 100 وبلدين. شغلتنا ننقل هيدي الخبرات. اليوم شو هدف هيدي الشبكات انطوني؟ مجموعة بيوت الضيافة رح تلتقي بمجموعة المزارعين، هدف انه نحن نتشارك هالخبرة محليا، نتعلم من هالخبراء ونبعث هيدي الخبرة على مناطق تانية ولعند ناس تانيين. السنة الماضية ببرامج التدريب رغم انه انقطشت باخر السنة ما قدرناش نكمل كل النشاطات بشكل طبيعي، نحن مدربين اكثر من 3000 شخص على المواضيع المختلفة، اذا بدنا نكون دقيقين اكثر 3227 شخص على كل المواضيع، المواضيع البيئية، المواضيع الزراعية، المواضيع السياحة البيئية، كل المواضيع اللي هي اليوم بنسميها الإدارة المتكاملة لهالمشهد الطبيعي المتوسطي. بيرفكت. بعتقد خبرتكم كل شيء، صار وقت نتروق. يلا. هيك نبلش، وين بدنا نبلش؟ بلش. عبالي دوق هاي. اوكي، دوق هاي الجوز والتفاح. يلا. هيدا كيك بجوز وتفاح. جوز بلدي. طاري مين عمله؟ ما بعرف طاري، منه ناشف ابدا. توب فيري 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 جود. اذا في من هيدا الشيء عندك انا بجي بنام عندكم دائما يعني. يا اهلا وسهلا فيك. كثير طاري ريحته، فليفر، اروماز، وكيك منه ناشف. هو اصعب شيء بالكيك من الاخر ما يطلع كثير ناشف، بصير ما بقى يقطع، بصير انتم مستحيين طيبين. بس انا ما عم بقطع، بس هيدا روعة. انت عشان تتعشى عنا 7 الا ربع. كمان عامل لك عشاء مفاجاه جدا جدا جدا. اوكي، هيدا صفوف بالعقد الصفراء. عم يحضرني لايف. صفوف الكيك اللبناني بامتياز يعني. دتشي قديش طري، منه ناشف، والعقد الصفراء او الترميرك بالاخر بترجع هيك بتطلع من 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 ورا من كعب اللسان بطريقه كثير حلوه. فيري سبونجي، العبير يعرف كيف؟ محطوط بالفيديو اللي عملناه وقت الكوفيد 19. رح ندوق هيدي وناخذ نفس لانه نهار كثير طويل، لنضلنا فينا رجعين. لكن قلتي لي اسمها؟ معذبه بالزال. ايوه. طعم عذب يلي هي قمح. قمح مع دبس. دبس عنب مع شوية زبدة وبس، خلص مقلوبات على الوش. طيب لما الأكلة طيبة ليش اسمها معذبة؟ شو السبب؟ نايس، عذبة. فيري نايس. عذب. ما تخيلت ولا مرة يكون قمح هيك منفوخ مزبوط سويت شربين مع جوز. قرشته لذيذة. يا حبيبي. فيري جود. طيب بيك نرجع. شو عنا بعد؟ حدا بده يخبرنا شيء؟ استحوا سكوت تاني. ايه خبريني. بكره نحن ناطرينك بعد الظهر لنعيش نحن هيك الاكسبيرينس الجديده اللي عملناها بشوف مي بعين سحالتها بشوف هايلاند. نقدر نحاول قد ما فينا نعمل كل شيء نحن بنعمل بالمشويات من اكل ومن اكسبيرينس. خبرينا على الاكسبيرينسز اكثر. عندنا السانست بار اللي هو بعد الظهر، وعندنا الصبح الترويقه، والظهر الغداء، وعندنا الجاست هاوس والتنس. هلا يمكن ما نقدر نعمل كل شيء نحن وياك، فبيسكلي حنعمل بارت الاكل اكثر شيء. بنحب انه تكون عندنا على السانست، بس وقتك ما بعرف كيف. بس اكيد بنحب نشوفك اجا. اكسلنت، اكسايتد. زيد شغله، المشروع عندهم هو اكبر دليل انه ما بدنا انفستمنت كبيره، لانه نحن معودين بالسياحه يعني لازم نروح على لون 500 مليون 600 مليون لنكون عم نحكي باللبناني وننكسر ونفوت بديون لمدة 20 سنة لنقدر نعمل مشروع. كل هالمجموعة اللي موجودة حواليك اليوم كلهم مشاريع بالمينيموم، يعني المشروع عندهم هون
جابوا كونتينر كان موجود أهلوا شوي وزبطوا، جابوا خشب مستعمل عملوا ريوز لهيدا الخشب وزبطوا، وبيوت الضيافة كانت كلها بيوت قائمة وموجودة، عملنا لها شوية تأهيل وتزبيط وصارت هي مؤسسات سياحية صغيرة. فهيدا كمان واحدة من الرسائل اللي بدنا نبعتها. وإذا أنت ملاحظ جيل الشباب اللي هو involved بهالقصة، وهيدي شغلة أخذت معنا كتير وقت لنجذب هالشباب، لأنه كان عطول تفكيرهم كيف بدنا نسافر على الخليج وكيف بدنا نسافر على أوروبا وين بدنا نروح لنأمن مستقبلنا. صاروا شايفين اليوم إنه بيقدروا يأمنوا مستقبلهم بمنطقتهم وببلدهم، وهذا شيء مهم كمان لفرص العمل لدمج الشباب. يعني لما أنت بتعرف تونجيج الشباب هن بيصيروا يكملوا الشغل وبيعملوا بطريقتهم وبيعملوا بالخبرة اللي موجودة عندهم. طب مدام كانت تخبرنا شيء، كان بدك تقولي شيء؟ انا كنت بدي اقول لك بس لتحط برد الاكل، يعني لانه هذا طيب سخن. طيب الاومليت بكل الخضره الموجوده عندنا. يلا رح نودعكم، قبل رح نوقف كلنا سوا هون ونصرخ كلنا مع بعضنا احلى بلد بالعالم ونقول لهم باي. شو رايكم هيك بنقعد بنحكي برا كاميرا؟ يلا كلكم اربعه بعض، كريم بياخذكم صوره، انا باخذكم فيديو. قبل ما اودعكم بس اقلكم نحن وين، نحن برجع بذكركم معاصر الشوف 3 ايام رح فرجيكم شوف سياحيا، اشجعكم اذا كنتوا برات لبنان تجوا على لبنان، واذا كنتوا بقلب لبنان حاجه قاعدين بالبيت وبخبروكم انه كل اوتيلات كثير غاليين وما فيها نظهر من لبنان، بعدهم اسعار كثير منيحه، بتاكلوا طبيعي اورجانيك من الارض مع ناس اكثر منهم بحب ارضهم، ما في بتبرم بكل المنطقه، ويلي ما بيعرف وعتلينهم وشو بدي اعمل تليفون واحد، شوف بايوسفير ريزيرف او نزار او الكل او ساره بيرد عليكم او بفوتوا على الويب سايت وفيكم تعملوا بروجرام. ولا احلى من هيك، من لكم من لبنان احلى بلد بالعالم، جود باي ونلتقى بهالثلاث ايام اكيد. يلا شوية حماس صدقونا بس 1 2 احلى بلد بالعالم، جود باي، ثانك يو اند سي يو تومورو.